كان فاشلا في كرة القدم، لم يستدعي أي نادي حتى في المراحل السنية. كل نادي يقول ما تصلح، لف ودار على كرة القدم وأتاها من درب التحكيم، وهو أحد الحكام المميزين حقيقة، علما بأن آخر بطولتين أدارها حكام عرب، حكام خليجيين. كرة لكرار، كرار بيحاول يواصل تقدم، كرار الله، انت تكرير مو بكرار، انت تكرير نفط يا كرار، غير اسمك من كرار الى تكرير. عدى من الاول ومن الثاني وبعدين عدى من الاثنين مع بعض وواصل باتجاه مرمى المنتخب السعودي، ولكن ياسر المسليم محاولة ارتجالية، محاولة فردية مهارية لي، خلوني خلاص نغير اسمه الى تكرير. تكرير مصفات نفط، هذا كنز اللي هو كرار، 20 سنة عمره ولاعب مميز جدا، ولكن يعاب عليه الفردية. كرة لنشاط خطر أمام المرمى، لا زالت قائمة الكرة الماضية إلى خارج الملعب، رمي التماس.